هجوم خارج المستطيل الأخضر يكون بمثابة عذاب لا ينتهي، فإن لم يسجل المهاجم في 90 دقيقة تغلق الصفحة بعدها. في مواقع التواصل الاجتماعي تختلف القصة، فيكون لدى المهاجم ساعات بل وأيام حتى يصل إلى الهدف. هذا هو الحال مع بعض المدربين الوطنيين الذين يتعرضون لهجوم شرس من دون مبرر مقنع، فكان لزاما علينا أن نوضح الصورة ونذكر البعض أن إنجازات الكرة البحرينية كانت بقيادة مدربين وطنيين حاولوا ووصلوا وأثبتوا جدارتهم في كثير من المناسبات. هذا لا يحرمك حق الانتقاد ولا الغضب، لكن علينا أن نتذكر أنه لا يحق لأحد الإساءة. في نهاية المطاف المدرب الوطني قد يصيب ويخطئ، قد ينجح ويفشل، قد يحقق إنجازا أو يهزم. هذه كرة القدم وهذه أحكامها، فإن كان لابد أن تقول كلمة حق فعليك اختيارها بحق. ونشوف هذه اللقاءات اللي أجرتها منصة الأحمر الإلكترونية بالتعاون مع برنامج الشوط الثالث. إذا أنت بحريني وتبي أنت توصل المدرب ده، لازم حتى لو هو كان غلطان أو ده لازم تسنده عشان يوصل المكان اللي أنت عقب تبي. بصراحة مع المدرب الوطني شوف هو أكفأ. أكفأ إيه؟ عارف إلى الدوري البحريني، هذاك الأجنبي مو عارف إلى الدوري البحريني. أكثر البحريني أكثر يعني التدريب في البحرين، وعلى حسب يعني على حسب المدربين نفسه، علي عاشور وعلي صنقور أشوفهم هم الأكبر. يعني في كذا مدربين يعني نفس الشاملان يعني وغير الناسينهم، يعني أحسهم أنهم الأجدر يعني. والله شو أقول لك أخوي، المدرب البحريني كل واحد على حسب إمكانيات النادي. يعني في بعض الأندية يعني مثلا المدرب البحريني يمكن عنده يعني يعرف نفسية اللاعبين زين، ويعرف شلون يعرف ينظم الفريق وشلون يخلي الفريق في جاهزية، ويعرف نفسياتهم زين. ويعني وثاني شيء المدرب البحريني منه وفينا، يعني غير المدرب الأجنبي. المدرب الأجنبي مشكلة ما يعرف نفسيات اللاعبين، يعني المدرب عقليته غير عقلية المدرب البحريني. يعني عندك أول شيء نتكلم عن محرق، ماخذينه سويه مرتين ويا المدرب الوطني عيسى السعدون سلمان شريدة وسلمان شريدة فعلا. وعندك الرفوع أكد دليل أن هالسنة وصل النهائي ويا مدرب وطني. طبعا من خلال التجربة والملاحظة بأن المدرب البحريني يقدر يعطي وعنده نتائج طيبة، لعله يكون أقرب إلى يفهم نفسية اللاعب، ظروف اللاعب المحيطة بالبلد، لربما أكثر من المدرب الأجنبي، لربما نقول. لكن في الأخير يبقى المدرب البحريني عنده بصمات، والدليل عندنا هذه الفريقين اللي يلعبون قدامنا الأهلي والرفاع مدربين بحرينيين، والاثنين أثبت من خلال البطولات، من خلال مثلا مدرب الأهلي تطوير الفريق اللي شفناه في كذا جولة. فالمدرب البحريني قادر على العطاء، قادر على التطوير نعم، ولكن المدرب البحريني يحتاج إلى دعم. يعني أنا مو معقول إن لما أجيب مدرب أجنبي أعطيه الدعم اللازم، أعطيه المبالغ النقدية اللازمة، الدعم الفني الإداري، والمدرب البحريني لأنه بحريني أشيل منه كل هذا الدعم وأطالبه بنتائج أكثر.